شغلي فعلا احسن من الحاجه الاجنبي او ان انت هتروح تشتريه من مكان اجنبي او براند معين، انا افضل منه. سر المهنه بتاعتي دي والتوفيق بتاع ربنا. انا باجي من الوراق عند سيد هنا عشان خاطر اقطع البناتشين، ممكن اجيب من عنده ساعات وممكن ما اجيبش الصراحه، بس هي احسن حاجه عنده طبعا التقطيع اللي هو بيقطع اي حاجه. انا بشوف البناتيل يعني على الممثلين والتقطيع وكده، فانا باجي عند سيد عشان بيعمل لي اللي انا عايزاه وكده، وهو حاجته جميله وشاطر يعني في التقطيع وكده. انا بحب اجي نوت تمام عند سيد عشان اقطع البناتيل تمام، وعشان اشتري من عنده بناتيل مقطعه وكده. بشتغل في البنطلون الجينز كده مثلا تقدر تقول 5 سنين ولا حاجه. جه الموضوع معايا، انا خريج مودرن اكاديمي اي تي، جه الموضوع معايا ان انا حبيت مثلا الموضوع ايه، انا بشتغل في الجينز من الاول، بس جه معايا الموضوع ان انا ايه، حبيت ان انا احط حاجه اظهر بيها، حبيت ان انا احط حاجه احط لمسه كده بتاعتي انا اظهر بيها في المكان. ابتدى الموضوع ان انا ايه، ابتدي اجيب الحاجه اعملها لنفسي، اقطع مثلا كات بتاع الركبه، كات من فوق، كات مثلا الهوت شورت، كات لحاجه، لغايه اما جت كده معايا بقت واحده واحده، الزبون بقى بيجي شايف اللي انا لابسه. اول حاجه بفكر فيها الموديل الجديد، بفكر من دماغي ايه البنطلون ممكن يديني الماتيريال دي تطلع معايا ايه. طبعا الليكرا غير الجينز غير الجبردين، كل حاجه لنفسها بتنطق. انا عن نفسي بحاول ان انا افكر شويه من دماغي، وغير كده برضو مش هكذب عليك، بنزل براند حاجات عالميه مثلا، اروح زارا، اروح بريشكا، اروح بولاندير، فاهم؟ بحاول ان انا افكر اشوف الديزاين نفسه ماشي ازاي، اللاين بتاع التقطيع مثلا في السمر عامل ازاي، فالدنيا بتبقى ماشيه ازاي، بحاول ان انا امشي عليها على نفس اللاين ده نفسه. الكارير اللي انا فيه ده انا حبيته واخترته، ان انا اكمل في الكارير ده انا بدور يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا مثلا اقدر اوصل مع براند معين لديزاين، نبتدي ان احنا ديزاينر معين اللي هو هنقدر نعمل حاجه، هنقدر نطلع بنطلون، نقدر نطلع المايند من عندنا احنا، التفكير، الفكره نفسها، الايديا بتاعت الكات نفسها ان انا اطلعها انا. اقدر اقول لك ان انا شغلي فعلا احسن من الحاجه الاجنبي او ان انت هتروح تشتريه من مكان اجنبي او براند معين، انا افضل منه.